يسعدنا أن يكون معنا الوكيل أحمد المزيني. حياك الله معنا أستاذ أحمد. الله حيك أستاذي، الله بارك فيك، أشكر لكم اهتمامكم. الحمد لله الحمد لله. أنت من اللي زعلانين على اللائحة الجديدة والمبسوط؟ والله لا احنا زعلانين ولا احنا مبسوطين، يعني في الحالتين متوازنة. اللائحة فيها بعض الملاحظات السلبية وبعضها إيجابية، يعني لا جدال في هذا. وش السلبي اللي تشوفه؟ والله شوف، السلبية اللي هي بعض يعني اعتماد اللغة الإنجليزية كشرط أساسي، صراحة أنا أشوفها من السلبيات. كذلك إنه الموظف لا يسمح له بالعمل في الوكالة، كذلك هذا أنا أراها سلبية. العمل الحكومي، العمل الحكومي حتى إذا أنت طبقت إنه إذا كان موظف في دائرة حكومية لا يعمل وكيل، كذلك حتى الذي يعمل في شركة خاصة المفروض أنه ما يعمل في الوكالة، لأنه هو نفس الوقت. طيب أستاذ أحمد، يعني بكل أمانة أنا ما أدري صراحة. نعم. لأني ما لي اختلاط فيهم بشكل كبير الوكلاء. أنا نعم. أتكلم أنت بحكم تواجدك في هذا المجال كوكيل أعمال. نعم. لاعبين بصراحة ما في شيء نخبيه مثلا أو ما رح نتكلم فيه، يعني مثلا خلينا نقول الزملاء الصحفيين اللي عملوا. نعم. سواء المحررين الصحفيين أو الكتاب، كثير منهم يعملون في القطاع الحكومي وكثير منهم يكونوا مدرسين. نعم. وانت عارف. صح. الان صح. في مجال وكلاء الاعمال وتحديدا الـ 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 يعني ما راح اقول متفرغين لهم اعمال، اكثرهم يعمل في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي ووكلاء اللاعبين؟ والله انا ما اعرفهم كلهم، يعني الغالبيه اللي تعرفهم يعني في المملكه شوف، في المملكه اكثر من 55 وكيل اعمال لاعبين صراحه. وانا اللي اعرفهم انا يعني شخصيا، اللي اعرفهم انا شخصيا منهم جزء في القطاع الحكومي وجزء في القطاع الخاص. اللي اعرفهم انا شخصيا بس، واللي اعرفهم ما يتجاوزوا 12 شخص، يعني لعلمك يعني ما اعرف ال 55 في منهم، يعني عندهم 12. يعني تقصد انه في منهم نسبه ما هي بسيطه موجوده موظف في القطاع الحكومي راح يتضررون من هذا الشرط؟ اي نعم اكيد. انت واحد منهم؟ والله انا واحد منهم متقاعد، يعني انا قدمت تقاعدي من سنه. ما شوف، انا ما دافع عن ذا الشرط، لانه انا الحمد لله انا منطبق عليه الشرط، انا متقاعد وعندي مكتب متفرغ له، ما عندي اي مشكله. انا اتكلم عن نبره عامه ايوه للزملاء، والنبره عامه انه الى الان هذا القطاع يعني ما هو محترف. انت تتعامل مع مدير الاحتراف في النادي، هو اصلا موظف، كذلك بعضهم في قطاع حكومي بعضهم في شركات خاصه. تتعامل مع ادارات الانديه، لديهم شركات وبعضهم لديهم وظائف حكوميه، هم نفسهم اللي تتعامل معهم. الانديه هي الاس اللي احنا نعتمد في العمل، يعني على التعاون معهم هم دوري. كذلك ما نجي على الوكيل اللي ممكن، شوف انا اقول لك، بعض الوكلاء ممكن يمر الموسم كامل لا يجد حتى تسويق لاعب واحد. نصيب ممكن الوكلاء شغالين انه عندهم لعيبه في السوق، لا، بعض الوكلاء تخيل، اعرف بعض الوكلاء ممكن اكثر من سنه ما قام بعمليه نقل لاعب. طيب او طيب استثمار لاعب. طيب استاذ احمد، انت الان كلنا نعرف انه اللائحه هذه طالعه من لجنه الاحتراف، يعني اتكلم مع الدكتور عبد الله البرقان، هل انتم يعني انا ودي اعرف تفكير المسؤول في هذا الموضوع. طبعا صعب انه في كثير من الاحيان ان يكون مسؤول ان تدخل في راسه وتعرف وش قاعد يفكر فيه، بس انا اتوقع، مجرد توقع، انه لا يمكن اي مسؤول انه يقدم شرط او تعديل في لائحه الا انه في على الاقل مبدا يرتكز عليه او يفكر فيه. يعني مثلا انتم ما صار في تواصل بينكم بين لجنه الاحتراف او الدكتور عبد البرقان، ليش هم حطوا الشرط القطاع الحكومي التفرغ؟ أول شيء أكلمك يا أستاذي أن الدكتور عبد الله البرقان من الناس الذين يقومون بعمل جبار في لجنة الاحتراف، وهذه كلنا نعترف فيها، القاصي والداني يعترف فيها، من الرياضيين يعرف هذا الشيء. وهو أتى إلى اللجنة هذا الموسم وإحداث بعض التغيير، هذا شيء مهم في جميع القطاعات. وهو الآن اللائحة دي التي يعني قام بوضعها ما هي لائحة إلى الآن معتمدة، هي مسودة للنظر فيها من جميع الوكلاء، يعني قابلة للأخذ والرد وقابلة كذلك لأخذ الآراء إلى تاريخ 25 فبراير. ومن ثم هو يطلع على آراء جميع الوكلاء والمهتمين بالشأن الرياضي وسيتخذ القرار المناسب الذي يراه، طبعا بمشورة كذلك أعضاء اللجنة.
لجنة الاحتراف، فهو ما هو يعني لازم نعرف انه الى الان هذه مسودة للاطلاع عليها. اخذ آراءنا، وضع موقع الانترنت للجنة، وكل واحد لديه رأي مفيد سينظر فيه. لذلك احنا جميعا كوكلاء متفاهمين، وبعضنا تشاورنا مع بعض، وارانا يعني قد تكون في قالب واحد، وستصل للجنة في الوقت المناسب. وانا متاكد ان الدكتور عبد الله البرغان سينظر لها نظره ايجابيه، لانه هو يسعى كذلك الى مصلحه العمل في هذه البلاد، في هذا الوطن الغالي. طيب استاذ احمد، في بعض الوكلاء او في رؤيه تقول انه الشرط هذا موجود، اللي هو التفرغ من القطاع الحكومي، انه العاملين في القطاع الحكومي ينتهي عمل الساعه 2 الظهر. نعم. في القطاع الخاص يعني خلينا نقول ما بين 5 الى 6 المساء. نعم. فهنا نعم. ما في مبدا عداله يعني في عدد ساعات يعني احنا شوف انا انظر للقطاعين معا، يعني لا انظر بالعكس، هناك زملاء في القطاع الخاص عملهم يعني ممكن شاق، وكذلك عمل في القطاع الحكومي شاق. لا ننظر لساعات العمل هنا وهنا، هذا نظام العمل يختص بالجهات التي يعمل بها الإخوة. ولكن نحن نظرتنا إلى أنه الوكيل إذا كان هو الشرط الوحيد الذي يتفرغ، وأما المنظومة الأخرى غير متفرغة، فهذا فيه إجحاف للوكيل. ليه؟ لأنه أنا أقول لك مدير الاحتراف في النادي ما هو متفرغ، مدير الاحتراف اللي يتعامل، رئيس النادي، نائب رئيس النادي غير متفرغ، المسؤولين في القطاع الذي يهتم بشان الاحتراف غير متفرغ في الأندية. أنت تأتي تطلب فقط من الوكيل؟ يعني هي هنا الصعوبة، هذا الوكيل مغلوب على أمره. بعضهم أنا أقول لك هو نظره، بعض الوكلاء لديهم عمل ونجحوا فيه، وبعضهم متوسط النجاح وبعضهم ضعيف النجاح، ولكن كلنا أمننا إنه هذا العمل يكون على الأقل تعيش منه بيوت أسر كثيرة. فمستحيل تقول شخص ينزل له راتبه الشهري في قطاعه الحكومي أو الخاص وتقول له أترك هذا المجال وتعال وجازف بالعمل في وكالة اللاعبين. هي مجازفة، ترى العمل في وكالة اللاعبين مجازفة. أنا أقول لك مجازفة. أتفق معك. هذه النقطة بس. حتى شرط اللغة الإنجليزية ما هو موجود في كثير من الجهات الأخرى داخل منظومة الاتحاد السعودي. يعني حيطة علما أن اللغة الإنجليزية مهمة، لا يمكن نقول غير هامة. شوف لا يمكن أن نقول غير هامة، ولكن ممكن تلافي أي هذه الملاحظة بإيجاد موظف يجيد اللغة داخل المكتب. أنت الآن إحنا نجيد اللغة العربية والإنجليزية أو أي لغة أخرى، أنت ما تكتب خطاباتك بنفسك، أنت تأتي بسكرتير وهو يتكلم لغة عربية وتعطيله صيغة الخطاب وتلقيله حتى يعني صيغة الخطاب باللغة العربية اللي هي لغتنا يبغانا من مستقلميها بالضبط. أنت تعطيها، نعم أنت تعطيها من ينسخ لك وسكرتير وعمل زي كده. فاللغة الإنجليزية لماذا لا تعمل مثل اللغة العربية؟ يعني تعمل عبر السكرتارية، وهناك بعض المكاتب تتعامل مع لاعبين لغات أجنبية، هم يستطيعوا العمل. يعني أنا صراحة أنا تعاملت مع فيكتور سيموس ونقل إلى دولة أخرى قطر، وكان الأمر سهل، ولكن هو لاعب واحد خلال 3 سنوات أجنبي أتعامل معه. عارف يعني ما أغلب لعيبتنا نحن عرب، ولو أتاني لاعب يجيد اللغة الإنجليزية سوف أتعامل معه، أتى لاعب يتعامل باللغة البرتغالية الأسبانية نتعامل معه، لأنه هذه تأتيك حالة شاذة تستطيع حلها في نفس الوقت. يعني تستطيع حلها بالتعاون مع مكاتب ترجمة، أو كما قال أحد الإخوة يعني أخونا جوجل موجود حول عليه. لا بس أستاذ أحمد لا تعتمد على ترجمة جوجل، يعني بلبسك. عارفين أنا أعرف أن ترجمة جوجل هذه ترف منها. يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ أحمد، بالتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك أستاذي، شكرا لك. يعطيك العافية. كان معنا وكيل الأعمال اللاعبين أستاذ أحمد المزيني.